نشرة الأخبار من يمن شباب، حياكم الله. البداية مع العناوين. ولد الشيخ يصل الرياض ويلتقي المخلافي في مستهل جولة جديدة له في المنطقة. مصادر عسكرية بجبهة ميدي في حجة تكشف عن مصرع خبراء إيرانيين في غارات للتحالف وقتل حوثيون بالعشرات. حزب الإصلاح يحذر من مخطط لاستهداف قيادات المقاومة في عدن. أهلا بكم. بدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ جولته الجديدة في المنطقة الرامية لإحياء عملية السلام في اليمن، مستهلا جولته بزيارة للعاصمة السعودية الرياض التي التقى فيها مساء أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. وقال ولد الشيخ خلال لقائه المخلافي إنه بصدد بلورة رؤية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن بالتشارك مع الدول الراعية تطرح فيها مجمل القضايا مثل ميناء الحديدة ودفع المرتبات وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز والإفراج عن السجناء وتفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي الرئيس عبد الرب منصور هادي لطرح أفكار مقترحاته الجديدة التي أعلن عنها أمام مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر الجاري، في وقت استبقت فيه الحكومة وصوله التأكيد على أنها ستكتفي فقط للاستماع إلى ولد الشيخ. دانت 10 أحزاب في محافظة عدن اغتيال القيادي السلفي وعضو المجلس العلمي لجمعية الحكومة اليمنية فهد محمد قاسم اليونسي من قبل مسلحين مجهولين في 18 أكتوبر الجاري، وقبلها حادثة الاغتيال التي طالت ياسين الحوشبي إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد. وطالبت الأحزاب في بيان مشترك اتحاد الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك لتحقيق العدالة وتقديم الجنات للقضاء، مشيرة إلى أن تلك الجرائم النكراء تأتي في سياق جرائم الإرهاب التي تستهدف العلماء والمفكرين والناشطين السياسيين وعشرات الكوادر الأمنية والعسكرية ودعاة الدولة المدنية الحديثة في محافظة عدن، كما أنها طالت عشرات الكوادر الأمنية والعسكرية. ودعا البيان كل القوى وكل قوى المجتمع السياسية والدينية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجريمة والوقوف صفا واحدا لتحقيق العدالة. قال حزب الإصلاح إن الاغتيالات التي طالت عددا من السياسيين والعلماء والدعاة والناشطين وقيادات في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تؤشر على وجود مخطط لاستهداف قيادات ذات ثقل جماهيري ومؤثر وتحظى باحترام الناس. وأدان مصدر في الأمانة العامة للحزب حادثة الاغتيال التي تعرض لها قيادي في جمعية الحكمة اليمنية فهد اليونسي في مدينة عدن الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن هذا السلوك إرهابي دخيل على المجتمع اليمني والمهدد لحياة الناس وأمنهم واستقرارهم، وتكرارها لا يحيي بأنها أحداث عارضة. بدأت قيادة محور تعز اليوم صرف مكافأة الملك سلمان لأسر شهداء الجيش الوطني. وكانت قيادة المحور قد حددت الموعد خلال اجتماع الخميس الماضي برئاسة اللواء ركن خالد فاضل، كما أصدر الرئيس هادي توجيها إلى الحكومة يقضي بالبدء بصرف مرتبات الجيش والأمن ابتداء من اليوم. كشفت مصادر عسكرية عن مقتل خبراء إيرانيين في استهداف طيران التحالف العربي لتجمع لعناصر من الميليشيا جنوب مدينة حرض. يأتي ذلك فيما تواصلت خسائر الانقلابيين جراء غارات شنها التحالف على مراكز تدريب بمنطقة عبس بمحافظة حجة. أوضح المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة أن غارات مكثفة شنها طيران تحالف دعم الشرعية على مراكز تدريب للميليشيا بمزرعة الجر التابعة للمخلوع صالح بعبس، وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 80 من عناصر الميليشيا. وتزايدت غارات التحالف على المناطق الحدودية وسط رصد يكشف عن تزايد نشاط الميليشيا وتوافد مزيد من عناصرها إلى جبهتي حرض وميدي.
قتل 10 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم قيادي ميداني، وأصيب آخرون في معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين مع قوات الجيش الوطني في جبهة مريس شمال محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية أن من بين جثث الميليشيا التي وصلت مستشفيات مدينة دمت القيادي بجماعة الحوثي المدعو بأبي بدر الحجاجي، فيما لا تزال باقي الجثث في الشعاب الواقعة بين يعيس والعرفاف بين مريس ودمت. ونشبت المواجهات بعد شن الميليشيا الانقلابية هجوما واسعا على مواقع يسيطر عليها الجيش في جبهة مريس. أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة شبوة. وقال مصدر ميداني أن معارك عنيفة شهدتها جبهة بيحان إثر محاولة للميليشيات التقدم واحتلال مواقع تسيطر عليها كتيبة النصر التابعة للجيش. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات فشلت في التقدم رغم استحداثها نقطة أمنية بين مقر قيادتها في النقوب ومنطقة الاشتباكات لمنع هروب عناصرها من المواجهات. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيا في شعب الدقيق غرب عسيلان أسفرت عن تدمير عتاد عسكري تابع للانقلابيين. أحبطت قوات الجيش الوطني عملية تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى مواقع تقع تحت سيطرة الجيش بصرواح غرب مأرب. وقال مصدر ميداني إن وحدات الجيش الوطني صدت بنجاح عملية تسلل قامت بها عناصر الميليشيا مساء الجمعة في جبهتي هيلان والمجح التابعة لمديرية صرواح. وذكر المصدر أن 4 من الميليشيا قتلوا وجرح عدد آخر برصاص الجيش أثناء صده محاولة التقدم صوب مواقعه. أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في إحدى مزارع محافظة لحج والقبض على إصابة سرقة شهيرة في محافظة عدن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أجهزة الأمن في لحج ضبطت كمية كبيرة من المتفجرات من نوع TNT ومادة C4 وأشرطة متفجرات تستخدم للأحزمة الناسفة للانتحاريين. دعا المحلل الاقتصادي ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم البنك المركزي اليمني ليستعيد السيطرة على السوق المصرفية. وأكد نصر أن التحديات المحلية والإقليمية أكبر من أن يواجهها صرف أو طرف أو مؤسسة بمفردها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني هو ضحية لفشل الحكومة الشرعية في عدن والانقلابيين في صنعاء الذين يعملون على تجريفه. وأشار نصر إلى أن تدهور سعر الريال مثال واضح لعجز البنك المركزي في عدن وإدارته الحالية غير مؤهلة، محذرا من مجاعة محققة بسبب انهيار الريال. وقال أن انهيار الريال كارثة سيعاني منها كل يمني وسيتحمل عبئها الأكبر الفقراء الذين سينضمون بأعداد أكبر إلى المجاعة المحققة. مجددا تخطف حضرموت الأضواء بتتويجها فريق شعب حضرموت بطلا لدور المحافظة في ظل حضور جماهيري كثيف. إلى التفاصيل. توج الأحمر بطلا، شعب حضرموت خاض 6 مواجهات ليصل لمباراته النهائية أمام نظيره سلام الغرفة في نهائي بطولة كأس حضرموت في نسخته 5 الذي احتضنه ملعب الفقيد برادم بمدينة المكلا عاصمة حضرموت. شعور الحمد لله والله ما لا يوصف، يعني بهذا الجمهور الأخري وكلهم ما قصروا، يعني كفين وفين فيهم إن شاء الله، وإن شاء الله للأمام إن شاء الله. والله كنا أخذنا تمارين صعبة 6 شهور كنا نتمرن وما قصروا جماهيرنا وحققنا البطولة صراحة، يعني صراحة شعب حضرموت يعني فريق نادي كبير، نادي كبير صراحة، يعني شعب حضرموت حققنا البطولة. كانت المنافسة شديدة بين شعب حضرموت وسلام الغرفة على اعتلاء منصة التتويج وحيازة اللقب، لكن تسجيل هدفين لصالح شعب حضرموت مقابل هدف وحيد لصالح الغرفة هو من حسم مجريات المباراة ليحصد شعب حضرموت لقب البطولة. نحن اليوم نوجه رسالة إلى كل محافظات الجمهورية وإلى كل محافظات الوطن العزيز بأن محافظة حضرموت بتماسك أهلها وبتماسك شعبها وبتماسك شبابها، ها هي اليوم تجتمع على أرضية هذا الملعب وتنعم بالأمن والأمان بفضل الله أولا وبفضل السواعد الشابة التي صنعت لنا هذا المجد وصنعت لنا هذا العز، ونحن اليوم وتتوج هذه البطولة لنرسل رسالة إلى كل
أرباب الأموال وإلى كل المستثمرين وإلى كل القطاعات الخاصة بأن حضرموت اليوم على عتاب خطوات جديدة نحو البناء، نحو التنمية، نحو الازدهار، نحو الرقي، نحو التقدم. هذه محافظة حضرموت التي عودتنا دائما وهي اليوم نراها ومن خلال جماهيرها الرياضية والكروية. شهدت المباراة الرياضية لحظات تكريمية لشخصية لعبت دورا في القطاع الرياضي على مستوى المحافظة في لمسة وفاء شملت 30 شخصية رياضية وإدارية وإعلامية. طبعا اليوم هو عرس كروي بالنسبة لاختتام نهاية كأس حضرموت. طبعا هذه بطولة عظيمة جدا، ولكن نتمنى أن تتطور أكثر وأكثر مستقبلا لكي يكون مردودها جيد على كل أندية حضرموت بشكل عام. حضور جماهيري مبهر لعشاق المستديرة الساحرة ذات الشعبية العالمية شكل نجاحا لبطولة كأس حضرموت، والتي تمثل انطلاقة لبطولات رياضية في رياضة أخرى. يسدل الستار عن نسخة خامسة من كأس حضرموت الذي أنعش الواقع الرياضي في المحافظة ليتوج به بطل كأس حضرموت هذا العام شعب حضرموت للمرة الثانية بعد أن حاز اللقب في 2012 للميلاد. عبد الله مؤمن لقناة يمن شباب المكلا. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ولد الشيخ يصل الرياض ويلتقي المخلافي في مستهل جولة جديدة له في المنطقة. مصادر عسكرية بجبهة ميدي في حجة تكشف عن مصرع خبراء إيرانيين في غارات للتحالف وقتل حوثيين بالعشرات. حزب الإصلاح يحذر من مخطط لاستهداف قيادات المقاومة في عدن. ختام النشرة، إلى اللقاء. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.